ما هلا رح نبلش اولى محطاتنا فرح ورح نحكي عن المساحه الطبيه. وعاده بنسمع مصطلح جفاف العين او انه العين ما فيها دمع، وخلينا نحكي اكثر عن هذا الموضوع. مين ممكن ينصاب بهذا الشيء وشو الاسباب اللي بتؤدي لجفاف العين، وهل المرطبات اللي ممكن تستخدم من القطرات هي كافيه او لا، في مسبب لازم نعالجه بالبدايه؟ كل هالتفاصيل رح يحكينا عنها الدكتور باسل ابراهيم وهو الاختصاصي بطب العيون. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. صباح الورد. يعني لما بنحكي عن جفاف العين شو نقصد بهذا المعنى، هو هل المصطلح دقيق فعلا بجفاف العين؟ تمام. هلا جفاف العين او العين الجافه هو مصطلح بدل على تغيرات بتصير بافراز الدمع، بتخلي الدمع غير قادر على اعطاء العين ترطيبه بالشكل الكافي بالشكل اللازم. طبعا الموضوع له درجات كثير، بس هو الفكره انه هو من الامراض الشائعه جدا يلي كان بالعاده كثير شائع عند الناس الكبار بالعمر، بس هلا صار يشمل شريحه اكبر من الناس لاسباب هلا رح نحكي عنها. بهم نحكي انه الدمع تفرزه العين تقريبا يوميا بحدود 2 لتر بكل 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 عين، طبعا خلال 24 ساعه. له وظائف كثير هامه الدمع. الدمع مهم جدا للرؤيه النقيه لانه هو اول الاوساط الكاسره بالعين. الدمع بيامن ترطيب واريحيه حركه العين عند الانسان. الدمع بيحوي على الضاد، بيحوي على مضادات حيويه لحمايه العين ووقايتها من الميكروبات والاوساخ والغبار اللي بفوت جواتها. العين مهم جدا لتغذيه القرنيه لانه القرنيه مثل ما بنعرف ما فيها أوعية دموية، فبتاخذ تغذيتها من الدمع يلي موجود فوقها. فالعين الجافة هو من أحد الأمراض الشائعة جدا، لا ممكن أنا أحكي من الأمراض الشائعة كثير بالوقت الراهن لأسباب كثير. كان مثل ما حكينا احنا أكثر شيء شائع عند الناس اللي أعمارهم فوق 40-50 سنة. هلا عم نشوف أطفال وشباب عم بيعانوا من هي الإشكالية، وصراحة مشاكلها الكثير كبيرة من انزعاج وتعب وقت التركيز وإلى آخره. طيب دكتور، هلا عم نشوف كثير ناس عم بيكون يمكن القعده وراء اجهزه الموبايل او الشاشات عم تخلي عندهم جفاف للعين، والاغلبيه عم ينوصف لهم اللي هي قطره الدمع. تمام. اللي هي بديله الدمع. هل هذا هو السبب اللي هلا عم نشوفه دارج او في اسباب اخرى؟ صراحه كانت الاسباب من زمان هي لها علاقه بنقص افراز الدمع اللي بصير عند الناس اللي فوق ال 40 او 45 سنه او 50 سنه. هلا احنا عم نلاقي نمط الحياه الحديثه سواء بالقعده وراء الكمبيوتر او العمل على الأجهزة الذكية لفترات طويلة عم تعمل نقص بإفراز زيادة بتبخر الدمع. البني آدم الطبيعي تقريبا بيرفع عينه بحدود ال 15 16 ل 20 مرة خلال بالدقيقة. يعني الإنسان اللي بيكون مركز لفترات طويلة تقريبا عدد المرات بيقل ل 4-5 مرات، فهذا الشيء بيساهم إنه الدمع يتبخر. احنا الدمع مكون عندنا من 3 طبقات. الطبقة الأساسية هي الطبقة المائية بتشكل تقريبا 70%، وفي عندنا طبقة ملاصقة للقرنية بتغذي القرنية هي الطبقة المخاطية بنسميها، والطبقة الخارجية هي بنسميها الطبقة الدهنية. انه شو فائدة هالطبقة الدهنية اللي عم نحكي عنها؟ هي الطبقة بتساهم انه الدمع ما يتبخر. يعني احنا لو ما كان فيها الطبقة هي كان الانسان بمجرد ما فتح عينه على تماس مع الهواء دغري هي المي بتنشف، يعني مثل المي اللي موجوده مثلا على البلور مباشره ما تعرضت لهواء او تعرضت لجفاف مباشره بتنشف. لا، العين مزوده بطبقه هي الطبقه الدهنيه بتكون على سطح الدمع، فهي اللي بتحافظ على الدمع وعلى ترطيب العين لفتره اطول. الجلوس على هي الشاشات والجلوس قدام الاجهزه الذكيه لفترات طويله بيساهم بنقص الرفيف وبيساهم بزياده تبخر هذا الدمع، وبالتالي الاعراض اللي رح نحكي عنها بعد شوي لاعراض جفاف الدمع. فصارت هي نسبه كثير مهمه صراحه، وصار النسبه الاهم ما هي نسبه المرضى الكبار ونقص الافراز الدمع، وانما هي صارت زياده التبخر اللي عم بتصير عند الشباب وعند الصغار. الدكتور ركزت على اهميه ملاحظه الاعراض، خلينا نعرف شو هي الاعراض. العمر ممكن يكون له علاقه او لا، هي نمط الحياه الخاطئ. تمام. هلا بالنسبه للاعراض جفاف الدمع هي تقريبا مشتركه بين السببين، يعني احنا حكينا اسباب متعدده او سببين اساسيين لنقص الدمع، ولكن الاعراض مشتركه تقريبا. هلا مثل ما حكينا احنا انه الدمع بيامن ترطيب ما بين القرنيه والجفن، فاحنا لما يصير في نشفان بالدمع بصير في احتكاك متواصل ما بين القرنيه والجفن، فبصير في عندنا حرقه، بصير في عندنا احساس بجسم غريب، بحس الواحد انه في مثل الملح او التراب جوات عينه، بصير في احمرار لانه العين مقاومه للميكروبات، فاذا كان في عندنا احنا غبره مثلا او ميكروبات وما في دمع فبصير في ارتكاس للعين تجاه هي المواد، بصير في حتى كمان تشوش بالرؤيه لانه العين
بتعطينا صفاوي كمان للرؤيه مثل ما حكينا، بصير في تعب وقت التركيز، المريض ما بيقدر يفتح عينه فتحه يعني أعراض مزعجه كثير دكتور، يعني الاعراض كثير مزعجه جدا مزعجه صراحه. وللاسف انه ما في يعني في بعض الحالات علاجه بيكون سلوكي اكثر ما يكون علاجه بالادويه، يعني خاصه لما احنا نشتغل على الكمبيوتر لفترات طويله حتى استخدامنا للاطرات قد يكون ماله كافي، لانه احنا بدنا نعدل العمل، بدنا نعدل السلوك، بدنا نخفف من الجفاف اللي بيكون بسبب زياده التبخر تبع الدمع. فهي الاعراض كلها مزعجه، ولكن علاجها مع شويه تعديلات سلوكيه مع علاج صحيح ان شاء الله بتكون يعني ما في خطر فينا نقول. بالحالات العامه بشكل عام لا، ما في خطوره من جفاف الدمع، ولكن بالحالات المتقدمه ممكن يصير في جفاف دمع شديد، تعمل سحجات قرنيه والتهابات قرنيه متكرره، ولكن هي الحالات قليله نوعا ما يعني. طب دكتور خلينا نحكي شوي، اليوم الاعراض اللي حضرتك حكيت عنها بتتشابه شوي احيانا مع الاعراض الحساسيه، تمام. فكيف فينا نميز، وخصوصا في ناس كثير بالمواسم بيصير مع حساسية، وفي ناس دائما عندها حساسية عين والجفاف قريب شوي ببعض الأعراض؟ تمام. هلا يعني صراحة في عنا أعراض مشتركة جدا بين التهاب الملتحم التحسسي وبين جفاف الدمع، من حرقة، من حكة، من إحساس جسم غريب، العين الوردية، المفرزات المخاطية أحيانا بتطلع على زاوية العين. صراحة هي التمييز بشكل أساسي بيكون سريري، يعني بيكون عن طريق الطبيب، لأنه العلاج مختلف بين الحالتين. يعني إحنا بعض حالات جفاف الدمع أو حالات جفاف الدمع بكفيها أطرات مرطبة أو مثل ما حكينا زيادة الرفيف أحيانا باختلاف الأسباب. لا، حالات ملتهبة التهاب الملتحم التحسسي ممكن نحتاج إحنا أطرات كورتيزونية خفيفة، مضادات للحساسية، فأحيانا المريض بياخد أدوية وما عم بيتحسن عليه، لأنه بالأصل بيكون التشخيص غلط، يعني ما بيكون تشخيص حساسية، ممكن يكون جفاف دمع أو يكون بالعكس. فلذلك هذا الموضوع سريري بشكل أساسي، واللي بيقيمه الطبيب أكثر من المريض. دكتور حكيت أنه بحالات بسيطة خلينا نقول ممكن يصير مضاعفات بتؤدي للخطورة، خلينا نحكي شوي هي المضاعفات، وهل إهمال هي الأعراض اللي حكينا عليها ممكن يؤدي لهي المضاعفات؟ تمام. هلا احنا مثل ما حكينا بالحالات البسيطة أو حالات يعني نقص الدمع بنقص إفراز الغدة الدمعية بيكون العلاج بسيط، له علاقة يعني أو بشكل تأطير مرطبات، وهي المرطبات دائما أنا بركز تكون خالية من المواد الحافظة، لأنه الأطرات اللي فيها مواد حافظة ممكن تعمل حساسية أحيانا، فالمريض يعني بيكون ارتاح من الجفاف ولكن عانى من حساسية من المواد الحافظة. لا، أحيانا بيكون في عنا جفاف ناجم عن زيادة التبخر أو مثلا التهاب بالغدد الجفن، هي ممكن تعمل لنا مشاكل ما تنحل على أطرات الترطيب، هي بتحتاج لعلاج السبب. يعني إحنا التهاب، ولو بدي أعرج على موضوع التهاب غدد الجفن، هو سبب مهم كتير لجفاف الدمع، بيكون السبب تبعه هو قلة إفراز المادة الدهنية اللي بتفرزها غدد الجفن اللي هي غدد ميبوميان. علاجه ما بيكون بأطرات الترطيب، لأنه أنا بالأصل ما في عندي هالطبقة الدهنية اللي تحافظ على الدمع، فأنا بهالحالة بدي حاول رجع الغدد لإفرازها الطبيعي عن طريق كمادات دافية تحسن التوعية الدموية وتحسن الإفراز تبع هي الغدد. في جهاز جديد نازل اسمه جهاز الإيلايتس، هذا الجهاز بيعمل على النبضات الضوئية بتركيز عالي على هي الغدد، احنا بنطبقها على الغدد بفاصل تقريبا 3 جلسات بفاصل اسبوعين لاربع اسابيع، هي بتحسن كمان من اداء هي الغدد، بتحسن من اداء الغدد الجفن غدد ميبوميان، وبالتالي بتحسن من جفاف الدمع. المرضى يلي عم بيشكوا من جفاف دمع متكرر اكثر عرضه لالتهابات الملتحمه، اكثر عرضه لسحجات القرنيه، بس مثل ما حكينا هي الحالات بالعاده ما بنوصل لها، لانه المريض الازعاج اللي بيشكي منه صراحه بخليه دائما يروح للطبيب اذا ما استفاد على اطرات الترطيب او الاطرات اللي هو عم بياخذها. مثل ما حكينا حالات الجفاف اذا المريض عم بياخذ اطرات التهاب وعم بياخذ اطرات كورتيزون فهو ما راح يتحسن، فهو غالبا ما بيجي على الطبيب وبيشكي له انه انا عم باخذ اطرات وما عم استفيد. طيب دكتور خلينا نحكي اليوم عن الوقايه، هل في امكانيه انه نحن نوقي الشخص من جفاف العين، ولا في ناس اصلا عندها قابليه مثل ما بنعرف بيقولوا في اشخاص عندها قابليه اكثر لانها تنصاب ببعض الامراض؟ تمام. هلا احنا عوامل الخطوره او الناس اصحاب الخطوره العاليه لجفاف الدمع بشكل اساسي هن اللي اعمارهم فوق ال50 سنه، هدول بيكون في عندهم نقص بافراز الدمع. النساء أكثر من الرجال بنسبة تقريبا الضعفين للضعف، لأنه في عنا تغيرات هرمونية بفعل الحمل، بفعل سن الظهر، بفعل حبوب مانعات الحمل، أحيانا هي كلها بتلعب دور.
في عنا المدخنين كمان كتير أكثر عرضة من غيرهم مشان جفاف الدمع. التدخين بيلعب الدور بجفاف الدمع بشكل مباشر وغير مباشر، يعني الدخان بحد ذاته، الدخنة تبع الدخان تعمل جفاف دمع وزيادة تبخر، بالإضافة لأنه الدخان بيزيد لزوجة المفرزات وبالتالي بيزيد من إغلاق غدة الدهنية اللي هي بالأصل عم تعطي طبقة دهنية للدمع. عنا اللي بيشتغلوا على لفترات طويلة على أجهزة الحاسب كمان أكثر عرضة من غيرهم، فلذلك احنا بناء على السبب ممكن نشتغل. بعض المرضى اصلا اللي في عندهم امراض مزمنه مثلا مثل مرضى السكر، مرضى الضغط اللي عم بياخذوا خافضات الضغط، موانع الحمل مثل ما حكينا، مرضى قصور الدرق، مرضى الروماتيزم، هدول المرضى كلياتهم معرضين اكثر من غيرهم. فلذلك ضبط الحاله الجهازيه اذا كان في عندنا حاله مرضيه، ضبط الحاله المرضيه وضبط الحاله الجهازيه بالاضافه الى العلاج العرضي باخذ القطرات المرطبه الخاليه من المواد الحافظه ممكن يساعد بالوقايه من هذا الموضوع. دكتور، كثير من الصبايا والشباب اليوم عم يلجأوا لعمليات الليزر لتصحيح البصر في حال تعرضوا كمان لجفاف العين. تمام. هل ممكن تكون الخطورة هون مضاعفة؟ تمام. آلية الاستطباب ممكن تكون نفسها أو لهم يمكن آلية منفردة؟ تمام. هلأ عمليات الليزر أو تصحيح النظر بتعمل أذية بأعصاب القرنية بس بشكل مؤقت، يعني بين تقريبا شهر والست شهور. احنا أعصاب القرنية بتلعب دور أساسي بإفراز الدمع، فبصير في عند هدول المرضى نقص بإفراز الدمع ولكن بشكل مؤقت، يعني بينحل على الأطرات المرطبة تقريبا شهر إلى ثلاثة شهور بتكون مشكلته إن شاء الله انتهت. فهي مشكلته مؤقتة، ما لها مشكلة الناس اللي عم ياخذوا أدوية مزمنة، ما لها مثل الناس اللي أعمارهم كبيرة أو في عندهم مشاكل مزمنة تخلي عندهم نقص الدمع بشكل مزمن. فبالعادة شكاياتهم أقل وبتنحل إن شاء الله على أطرات الترطيب. طيب دكتور، خلينا نحكي كمان، بلشنا حديثنا اليوم وقلنا انه في اسباب احيانا ترتبط بالمواسم، يعني مثل هلا بالشتاء بنسمع في كثير ناس بيعانوا من جفاف العين او جفاف الدمع بسبب فصل الشتاء، هل هو يعتبر مرض بيتفاقم بفصل الشتاء؟ تمام. هلا صراحه فصل الشتاء هو من الامور اللي بتفاقم جفاف الدمع لاسباب عده. اول شيء بفصل الشتاء في عندنا الهواء البارد بيعمل زياده بالجفاف. الشغله الثانيه بالشتويه كلياتنا بنقعد ببيوتنا اكثر، بنشتغل على يعني على الاجهزه الذكيه اكثر، بنتعرض لمصادر حراره جافه اكثر، سواء كان مكيفات ولا مدافئ، هذا كلياته بيساعد على الجفاف. قله الوارد كمان من الماء كمان هذا الشيء بيلعب دور كثير كبير، يعني المرضى اللي اذا عم نحكي عن افراز 2 لتر دكتور، يعني كميه كثير كبيره، يمكن اغلب الاشخاص ما بيعرفوا انه 2 لتر ممكن تفرزها العين، هي كميه كثير كبيره، فقد الوارد لازم يكون لحتى بالضبط يكون الاطراح بهذا الشكل؟ تماما. هلا هو دائما الموضوع الافراز متعلق بموضوع الوارد، يعني احنا كل ما دخلنا على جسمنا كميه اكبر كل ما كان الدمع اصلا صحي وكل ما كان الافراز سليم اكثر. هلا لما يكون الافراز اقل اكيد راح يكون، لما يكون عفوا الوارد اقل راح يكون افراز الدمع اكيد راح يكون اقل. فهي الاسباب، هي الاسباب اللي بتخلي بالشتاء تكون الـ يعني الجفاف، حاله الجفاف تتفاقم اكثر وشكايات المرضى صراحه بتكون اكثر. بنوصي بهالحاله احنا المرضى لما يكونوا قاعدين بجو مغلق شوي انه يزيدوا معدل الرطوبه، يعني اذا كان مكيف مثلا ممكن نزيد معدل الرطوبه، اذا كانت مثلا مدفاه ممكن نحط عليه اناء مثلا فيه مي مثلا، ممكن ترطب الغرفه شوي، نزيد مثل ما حكينا الوارد المائي، أطرات المرطبة عند اللزوم، نخفف القعدة بأماكن اللي فيها التدخين لأنه هذا العبق هذا كلياته بيزيد من تبخر الدمع. الناس اللي عم بيشتغلوا على الكمبيوتر لفترات طويلة خاصة هلا بالشتوية، يعني قاعد بشغله بيطول لفترات طويلة، نخلي فترات راحة، يعني كل فترة نص ساعة ثلاث أرباع ساعة ممكن نريح له خمس دقائق. نعود المريض دائما على الرفيف الكامل مو الرفيف الجزئي، يعني المريض هالرفة هي ما بيمشي حالة، بده يرف بشكل كامل لحتى يفرش الدمع على كامل العين. يخلي دائما المستوى اللابتوب أو الكمبيوتر تحت مستوى النظر شوي، لأنه أنا لما يكون فوق عيني يعني بفتح عيني أكثر فمستوى التبخر بيكون أكثر، أما لما يكون تحت مستوى العين بيكون مستوى التبخر أقل. يعني في أغذية معينة منصوح فيها، أغذية فيها أوميغا 3، أغذية فيها فيتامين آ، هي كلياتها بتساعد كمان بالحفاظ على صحة العين وبالحفاظ كمان على مستوى الدمع بالعين. دكتور، لما بنحكي نحن عن الفصول، يمكن كل فصل رغم جماله خلينا نقول لكن بيحمل معه كمان بعض الأمراض مثل ما قلنا اللي بتتفاقم بفصل الشتاء. خلينا نحكي عن أبرز الأمراض اللي ممكن نشوفها بفصل الشتاء بما يخص العين. احنا حكينا عن موضوع جفاف الدمع وليش بيزيد جفاف الدمع بفصل الشتاء، أنا بس حابب نوه على الأمراض الفيروسية العين
الجينية المرافقة للأمراض الفيروسية الصدرية. هلا احنا في عندنا فيروس مهم جدا بالعين اسمه فيروس الأدينو فيروس. هذا الفيروس بيرافق بالعادة حالات النزلة أو حالات الجريب أو حالات التهاب الطرق التنفسية العلوية، بيشكي المريض عادة اللي بيكون في معه جريب مثلا أو التهابات صدرية فيروسية، بيشكي من احمرار بالعين، عين وردية، مفرزات تكون لزجة مخاطية، أحيانا بيكون بعين أحيانا بيكون بعينتين، بحس أحيانا إحساس بجسم غريب جوات العين. فهذا كلياته بيوجه للالتهاب الملتحمة الفيروسي. خلينا نذكر شوي لما كنا نحكي عن أعراض الكورونا فيروس الكوفيد 19، كانت واحدة من الأعراض هي العين الوردية، إنه في مرضى راجعوا العيادات أو راجعوا المشافي بعين وردية، وهي كانت أحد الأعراض البادرية للكورونا فيروس. فالأمراض الفيروسية ممكن يعني تبدأ بالالتهاب الملتحمة الفيروسي. طبعا هذا العلاج مثل علاج أي مرض فيروسي محدد لذاته بالعادة، خلال أسبوع لعشرة أيام 14 يوم بالكثير بيروح، بده علاج عرضي ترطيب وبده كمادات باردة. المرض اللي أنا حابب ركز عليه وهو الأخطر صراحة واللي ممكن يعمل لنا مشاكل بصرية دائمة أو الفيروس الثاني هو فيروس الحلق أو بنسميه فيروس الهربس. هذا الفيروس بالعادة بالأحوال العادية بصيب كثير من الناس، ولكن بيكون هاجع بالعقد العصبية. لما يصير في عنا تغيرات بدرجات الحرارة، يصير في برد، ممكن هذا الفيروس يتفعل من جديد ويصيب الملتحمة وممكن يمد للقرنية. هلأ مدامه بالملتحمة قلنا علاجه عرضي ما في مشكلة، بيروح خلال أسبوع لأسبوعين، ولكن إذا مد على القرنية هذا بيعمل أعراض شديدة، ممكن يعمل تشوش بالرؤية، وإذا ما تعالج بشكل صح يعني هذا ممكن يعمل تغيرات دائمة بالرؤية. وهل هو معدي هذا المرض؟ الأمراض الفيروسية بشكل عام معدية، والتهاب الملتحم الفيروسي معدي جدا وشديد السراية. يعني بمعنى أنه ممكن شخص واحد يعدي البيت كلياته. لهيك احنا بنركز أنه لما يكون المريض عنده التهاب فيروسي أغراضه الشخصية لحاله، ما نقول أنه يعزل حاله، ولكن قدر الإمكان يخفف الاختلاط مع الناس اللي حواليه، يكون كتير مهتم بموضوع أغراضه الشخصية، منشفته وبشكيره ومخدته لحال. لازم دائما يتعالج كمان الجريب او يتعالج الاعراض النزله بشكل باكر، لانه هي مرتبطه بالاعراض الفيروسيه العينيه. كثير بركز على انه مجرد ما صار في عنا احنا جريب وصار في عنا اعراض عينيه لازم نراجع الطبيب وما ناخذ قطرات لحالنا او قطرات من الصيدليه، لانه في كثير مرضى عم بيجوني للاسف يعني أخذين قطرات كورتيزون وهن في معهم التهابات بالقرنية فيروسية، وزادت هاي الحالات وتركت ندبات بالقرنية، وللأسف وقفنا عاجزين إلا قدام زرع القرنية لحتى تتحسن الرؤية عندهم. نعم يعني دكتور معلومات كثير مهمة اليوم، نتمنى الكل يكون استفاد منها. بدنا نشكر وجودك معنا أكيد، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع. نشكركم كثير والله يعطيكم ألف عافية. كل الشكر لك دكتور، وبقية نهار حلو لك. شكرا كثير لكم، الله يعطيكم ألف عافية.